ووصلت تويوتا يارس 2023 الشكل الجديد كليا، ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا فئه الفل كامل، شوفوا شكل الوجهيه الخاصه فيها ما شاء الله تبارك الله. جايه البيانو بلاك كامل على الشبك، الشبك الكبير علامه تويوتا موجوده فيها، كذلك اللمسه اللي موجوده هنا باللون الاسود ما شاء الله تبارك الله. طبعا اخوكم متعب السعد، لا تنسون تشتركون معي بالقناه وتفعيل الجرس لمشاهده كل جديد في عالم السيارات، وبالوصف تحت راح تحصلون التواصل الاجتماعي الخاص فيني، سناب شات، تيك توك، انستغرام. الله يحييكم جميعا. شوفوا هنا الجنوط، الشكل الجميل كروم مع تطعيمات باللون الاسود. حجم الكفرات 195 60 على جنط 16، جنوطها جميله. طبعا هذه فئه الفل كامل، تقريبا توقع ثلاث فئات فيها لكن بنتاكد منهم. حاليا في الصاله موجود فئتين، فئه الفل كامل هذه وفئه النص فل. تجي الاضاءه الاماميه فل LED دي، حساسات امامي، حساسات خلفي، كاميرا خلفيه موجوده فيها، اشاره بالمرايات موجوده، الدخول باللمس من هنا، التشغيل بصمه نفس الشيء، اشاره بالمرايات مع قابليه طي المرايات. شوفوا جماليه الخلفيه ما شاء الله، حتى اللون جميل الفضي عليها، جميل جميل جدا. هذه فئة الواي اكس، حساسات الخلفية، الديفيوزر الرياضي جميل، كاميرا الخلفية من هنا تفتح الشنطة طبعا بضغطة واحدة. هذه مساحة التخزين ما شاء الله تبارك الله، جدا كبيرة مساحة التخزين. جنط اساسي موجود فيها، نشوف داخلية السيارة بسم الله بغينا نطيح. بيانو بلاك اللي موجود هنا، مكان للأكواب، المراتب قماش بدون تكاية بالنص، نظام الإزوفكس الخاص بمقاعد الأطفال، تكييف خلفي بمنفذين USB للشحن، الإضاءة هنا هالوجين ما شاء الله تبارك الله. طبعا الماكينة 4 سلندر 1300 cc 2023، الجير سي في تي متغير، دفع امامي تمشيك 22.4 كيلو لتر الواحد بتقدير ممتاز، بلس البنزين 91، الاحصنه للسياره 97 حصان بعزم دوران 122 نيوتن متر. البيانو بلاك اللي موجود هنا، القزاز هنا اوتو فقط للسائق، قفل القزاز، قفل الابواب، التحكم بمرايات الجانبيه كهربائي مع قابليه طي المرايات، هنا الخاص بالاضاءه للضباب بنفس الوقت مانع الانزلاق، عندك هنا زر التصادم الامامي، الكفرات للحساسات، هذا شكل التكييف والديكور اللي موجود فيها، تحكم يدوي لمراتب السايق والراكب كلها كامله، هذا طبعا شكل المراتب اللي موجوده فيها، فتح الشنطه من هنا كذلك وفتح تانك البنزين، هنا فتح الكبوت موجود، هذا مكان تخزين بسيط. تحكم يدوي، التحريك الدركسون ترفعه أو تكسره أو تنزله على راحتك. شوفوا ما شاء الله جمالية السيارة، دركسون جلد، هذه الإضاءة موجودة هنا، مساحات عصاها هنا، عندك هنا التحكم بالترب، رفع وتقصير الصوت، تحكم هنا الشاشة عندك 7 إنش إلكترونية طبعا، وهنا عندك شاشة كبيرة ما شاء الله حجمها 9 إنش برضو باللمس، تدعم الأبل كار بلاي. الستاندر النص فل بتكون 7 إنش، هذه النص فل بتكون 7 إنش برضو تدعم الأبل كار بلاي وباللمس. هنا التشغيل بصمة في النص فل، يكون تشغيلها مفتاح، مكان للتكييف، فتحات التكييف، التحكم هنا بالتكييف بنظام الفرارات، بالنص فل بيكون أزرار. هنا عندك شاحن لاسلكي موجود فيها ما شاء الله تبارك الله. الجير مثل ما قلنا سي في تي متغير، فيها نظام الاوتو هولد والبريك الكتروني، مكان تخزين بسيط. هنا عندك الدرج اللي موجود هنا، فتحات التكييف، الجلد الطبلون ما شاء الله تبارك الله. خلنا نشوف التكايه اللي بالنص، هذه مساحه التخزين اللي موجوده بالتكايه اللي بالنص. مراية هنا، شماسة بدون مراية، كذلك هنا شماسة بمراية لكن بدون إضاءة طبعا.
هنا عندكم مراية عادية، خلف المراية في كاميرتين هنا لمراقبة طبعا الخروج على المسار، فيها تنبيه جرس الخروج على المسار، وبرضو في نفس الوقت الرادار التفاعلي. فالكاميرا بتكون هنا الخاصة بالرادار التفاعلي اللي يثبت المسافة اللي بينك وبين اللي قدامك. فالتحكمات اللي موجودة فيها جدا جميلة، شكل الدركسون، التحكمات اللي بالنص، صراحة أبدعوا بالسيارة كجمالية وكحجم حتى كوسع للسيارة، صراحة أبدعوا فيها تويوتا. طبعا إرباك للراكب وإرباك للسائق. بسم الله. طبعا هذه أغلب المواصفات اللي موجودة فيها عشان تقرونها بشكل دقيق. كامل المواصفات تصير واضحة لكم. طبعا هنا مكتوب ضمان تويوتا لإصلاح الأعطال المصنعية لسيارتك لمدة 3 سنوات ميلادية من تاريخ الشراء أو قطع مسافة 100,000 كيلو أيهما يسبق. خلنا نوريكم سعر السيارة. طبعا هنا إشارة بالمرايات موجود فيها، فئة النص فل ما يكون فيها إشارة بالمرايات. طبعا خلنا نوريكم، وهذه هي الكاميرتين اللي قلت لكم عنها موجودة للرادار التفاعلي المثبت السرعة وكذلك الخروج عن المسار كتنبيه. سعر السيارة هنا تويوتا رير السيدان 2023 مكينة 1300، سيارة جديدة طبعا، مصاريف اللوحة والاستمارة 400، السعر النهائي شامل الضريبة القيمة المضافة ب 74,805. كذا تقريبا غطينا لكم تويوتا يارس 2023 الشكل الجديد. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الشكل جميل جدا. وهذا شكل مكينة السيارة، سيارة 4 سلندر 1300 سي سي، الأحصنة 97 حصان، بعزم دوران 122 نيوتن متر، الجير سي في تي متغير مثل ما قلنا، تانك البنزين 40 لتر، وتمشيك 22.1 كيلو للتر الواحد. خلنا نشوف 22.4 كيلو للتر الواحد، تقدير ممتاز بلس البنزين 91. وهذا شكل الإضاءات الأمامية مثل ما تشوفون، الشرائح اللي موجودة هنا، وهنا العدسة العاري والواطي LED جميلة جدا. خلينا نوريكم جمالية LED الخلفية، فئة الفول كامل طبعا. شوفوا شكل LED الموجود الخلفية، جميل جدا، جاي خط كذا ممتد جدا جميل. طبعا الإشارات هالوجين والريوس هالوجين. ايش رايكم؟ جميل جدا. نوريكم الطبلون، هذا شكلية الطبلون، فئة الفول كامل، والنص فل نفس الطبلون، لكن هنا عندك الشاشة تفرق لأنها 9 إنش، وفي النص فل تكون 7 إنش. جميلة جدا، تدعم الأبل كاربلاي طبعا. هذه الإعدادات اللي موجودة فيها بلوتوث كذلك موجود، تقدر تطفيها برضه. وهذا شكل مفتاح السيارة، فئة الفول كامل من تويوتا يارس 2023. من هنا تقفل، من شعار تويوتا تقفل الأبواب وفتح الأبواب وفتح الشنطة. هذا تقريبا مفتاح السيارة.